ففيما تتزايد المخاوف حول مصير الانتخابات المقررة في ليبيا في ديسمبر المقبل، وجه أعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي رسالة إلى المبعوث الأممي بأن طبعا كوبيش لمطالبته بعقد جلسة طارئة حول تلك المسألة. 46 عضوا من الملتقى شددوا في رسالتهم هذه على تمسكهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد سابقا في 24 من ديسمبر، محذرين من وجود تطورات خطيرة قد تعيق هذا الإجراء. إلهام طبعا سعودي إحدى أعضاء الملتقى أوضحت أن الرسالة تشكل ثالث طلب موجه في الآونة الأخيرة إلى كوبيش الذي لم يرد حتى الآن أو يحدد موعد لمناقشة الأمر. يأتي هذا القلق على مصير هذا الاستحقاق الانتخابي الهام مع ارتفاع هذه الخلافات مؤخرا بين البرلمان من جهة والحكومة والمجلس الأعلى للدولة من جهة أخرى، ما دفع العديد من الدول الغربية والأمم المتحدة للتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.